السيدات والسادة، تشهد العلاقات المصرية الصربية زخماً متصاعداً منذ الزيارة التاريخية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لصربيا، واليوم تأتي زيارة فخامة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش لتتواكب مع مرور 116 عاماً على تبادل العلاقات المصرية الصربية، ولتشهد انطلاق دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات المختلفة. اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا، يوقع عن الجانب المصري المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعن الجانب الصربي السيد تيموسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي. خطة العمل المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية ووكالة تنمية صربيا، يوقع عن الجانب المصري المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعن الجانب الصربي السيد تيموسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي. اتفاق تعاون بين مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية ومدينة بلغراد بجمهورية صربيا، يوقع عن الجانب المصري دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وعن الجانب الصربي السيد ألكسندر شايتيتش عمدة مدينة بلغراد. اتفاق لإقامة علاقات صداقة وتوأمة بين مدينة أسوان بجمهورية مصر العربية ومدينة أوزيتسا بجمهورية صربيا، يوقع عن الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وعن الجانب الصربي السيدة يالانا راكوفيتش عمدة مدينة أوزيتسا. اتفاق تعاون بين مدينة دمياط بجمهورية مصر العربية ومدينة نوفي بازار بجمهورية صربيا، يوقع عن الجانب المصري دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وعن الجانب الصربي السيد نيخاد بيشيفاتس عمدة مدينة نوفي بازار. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتوظيف بين وزارة العمل بجمهورية مصر العربية ووزارة العمل والتوظيف والمحاربين القدامى والشؤون الاجتماعية بجمهورية صربيا، يوقع عن الجانب المصري دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وعن الجانب الصربي السيد توميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي. بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية ومعهد الصحة العامة نوفي بازار بجمهورية صربيا، يوقع عن الجانب المصري دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وعن الجانب الصربي السيد زلاتيبور لونشار وزير الصحة. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية ووزارة الإعلام والاتصالات بجمهورية صربيا، يوقع عن الجانب المصري دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعن الجانب الصربي السيد ديان ريستيتش وزير الإعلام والاتصالات. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأثار والمتاحف بين المجلس الأعلى للأثار بجمهورية مصر العربية ووزارة الثقافة بجمهورية صربيا، يوقع عن الجانب المصري السيد شريف فتحي وزير السياحة والأثار، وعن الجانب الصربي السيد توميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المتاحف بين المجلس الأعلى للأثار بجمهورية مصر العربية والمتحف الإثنولوجي بجمهورية صربيا، يوقع عن الجانب المصري السيد شريف فتحي وزير السياحة والأثار، وعن الجانب الصربي السيد توميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي.
مذكرة تفاهم للتعاون في الأمور الجمركية بين مصلحة الجمارك بجمهورية مصر العربية وإدارة الجمارك بوزارة المالية بجمهورية صربيا، يوقع عن الجانب المصري السيد أحمد كوجوك وزير المالية، وعن الجانب الصربي السيد برانكو رادويكو مدير عام إدارة الجمارك الصربية.